لقاء مع المدير الإداري كابتن خالد أبو زينة. تفضل يا محمد. حضرتك مجددا وكل مشاهدي ملوك الصلاة، والحمد لله النهارده ان شاء الله لقب جديد يضاف لسجل ملوك الصلاة، ومعايا كابتن خالد ابو زينة المدير الاداري للفريق. كابتن خالد، يمكن اتكلمنا قبل المباراة وحضرتك قلت انكم عديتوا بشكل ممتاز للمباراة ووعدتوا الناس انكم ان شاء الله تحققوا الفوز، واعتقد كنتوا قد الوعد. الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا ان شاء الله بالفوز دون. بنهدي الفوز طبعا لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره، راجل ما بخلش علينا خالص لا في معسكرات ولا في ترتيبات، والحمد لله كانت الفتره اللي فاتت كلها متهيئه ان احنا فعلا نتكاتف وتبقى معنوياتنا عاليه في الحصول على بطولة الدوري إن شاء الله اللي احنا افتقدناها بقالنا 3 سنين، واستعدادات جيدة بثقة عالية للعيبة إن شاء الله في بطولة أفريقيا. وقلت لحضرتك قبل المباراة، المباراة دي عليها 80% من الحصول على بطولة الدوري. احنا متبقى عندنا ماتشين، ماتش سموحة وماتش طلائع الجيش الأسبوع الجاي إن شاء الله قبل السفر مباشرة. بإذن الله حصولنا على مباراة سموحة أو الجيش بيأهلنا للبطولة الدوري، وطبعا البطولة دي ليها طعم ومذاق خاص بالنسبة للنادي الأهلي. احنا طبعا حاصلين على 38 بطولة، يعني بإذن الله حصولنا على البطولة دي هيأهلنا خطوة لقدام ان احنا نكون متصدرين الكرة الطائرة في مصر. طبعا عقب المعسكر هيكون في بطولة أفريقيا في ملعب النادي الأهلي، وعقبها كأس مصر. احنا بنوعد الجمهور وبنشكر الجمهور اللي مأزرنا دايما، وبنشكر كل المجلس الإدارة وإدارة النشاط الرياضي ان هي متكاتفة معانا. كابتن رؤوف عبد القادر، انا مش عايز انسى حد، انا بتكلم على العامة، لكن احنا بنشكر مجلس الإدارة، كابتن محمود الخطيب على رأس مجلس الإدارة، راجل تفانى من اجلنا في الفترة الوجيزة دي في حصوله على البطولة دي، ومهتم جدا بيها، ان كل التركيز كان جاي من ادارة النشاط ان البطولة دي مهمة احنا افتقدناها بقالنا 3 سنين ولازم نحصل عليها. فعلا اللعيبة كانت على قد المسؤولية، والحمد لله ربنا كلم نجاحنا النهاردة بفوزنا على فريق الزمالك. وطبعا ده ديربي، حضرتك انت عارف ان هو ديربي في الكرة الطائرة زي ديربي الكرة، هم ابطال واحنا ابطال، واحنا بنحافظ على الصدارة ان شاء الله. احنا بنقول للزمالك هارد لك، بألف مبروك لفريق النادي الاهلي بجهازه بإدارة النشاط بمجلس الادارة برئيس مجلس الادارة راجل محترم، وبنتمنى الخير والتوفيق ان شاء الله بإذن الله في الفترة الجاية. نرجو ان كل يدعينا في بطولة افريقيا ان شاء الله ان احنا نحصل عليها. شكرا كابتن خالد، وبتمنى لكم التوفيق في الفترة الجاية ان شاء الله. شكر جدا يا فندم، كتر خيرك، شكرا جزيلا. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن خالد ابو زينة، مع امل التواصل ان شاء الله في لقاءات اخرى متتالية. الكلمة لحضرتك جزيلا زميلنا.